أنا بالعادة إنسان متفائل، لكن الحرب ما خلتش لحد تفائل، لكن ما زلت متفائل، بس مش التفاؤل اللي كنت متفائله يعني، لأنه بتحس كل الطرق مسكرة، فيش أي طريق يطلعك من هذه الإبادة اللي أنت بتمر فيها وهذه المعاناة اللي أنت بتمر فيها. شعور المعاناة والتشرد النزوح كلها فيش لها وصف، حرفيا فيش لها وصف. ففعلا بتمنى انه هذه الاشياء تخلص في اقرب وقت، لانه تدمر مستقبلنا وتدمرت حياتنا واهدافنا واحلامنا. فكرة إنه التعليم صعبة لسه، في بتهيالي إنه هيكون في حاجات أساسية أكثر غير التعليم قبل التعليم، لأنه في عندك المستشفيات، في عندك كل إشي راح، فأنت بتبني حياة من أول وجديد، بتبني مدينة من أول وجديد، فأنت صعب التعليم تحطه أول إشي، فبالتالي لسه بدك أنت من إذا خلصت الحرب في هذا الوقت تقريبا من سنتين لثلاثة عبال ما ترجع للتعليم اللي قبل. قبل 7 أكتوبر كنت بفكر حالي بأنه الشغل متعب ومعاناة، كنت، بس بالمقارنة فيما بعد 7 أكتوبر لا، هاي قمة المعاناة، قمة يعني كل إشي حتى في نظام شغلك معاناة، أنه الحالات زادت، الإصابات، أنك تشوفي مشاهد صعبة كأشلاء كإصابات كشهداء، هذا كله بيعود عليك بطاقات سلبية. كلنا عشنا بخيام، شوب، دبان، ديقة، ما فيش مكان، زي ما انتو شايفين الخيام جنب بعض، في الشتاء بتهطل عليك مطر، لاصة بالرمل، قمة المعاناة. حياتي كان فيها روح، بس بعد 7 أكتوبر بحكي عن مها وولادي، فقدنا شغف الحياة. معنى كلمة فقدنا شغف الحياة، قبل 7 أكتوبر يعني 6 أكتوبر 7 أكتوبر الفرق بين المشرق والمغرب، انقلبت حياتي 180 درجة، اختلفت بكل شيء. معنى كلمة اختلفت بكل شيء، بكل شيء. كانت حياتي قبل الحرب روتين جميل، عندي أسرة في بيتي، مبسوطين مرتاحين. فجأة في 7 أكتوبر اختلفت كل الموازين على كل الشعب. أجبرنا على النزوح في داخل مدينة غزة، وبعدين أجبرنا على النزوح من غزة
إلى الجنوب. طبعاً انتقلت أكثر من 7 مرات إلى خان يونس، نزوح داخل خان يونس، ومن ثم إلى رفح ونزوح داخل رفح من مكان لمكان، بعدين إلى الوسطى إلى الزوايدة. أصبحت متسول، أصبحت مد إيدي للناس. هيك الحرب خلتنا، يعني احتجت كثير، احتجت أطعم أولادي، احتجت إنه أنا أشتري لهم ملابس تدفيهم، احتجت إنه أنا أطلب من الناس إنه بس أعطوني حرام أغطي أولادي من البرد.